اوكي دقيقة بس أعملها شير، وهعملها برضو شير على الواتساب جروب عشان اللي حاب يدخل. يس هبعت لك اياها برضه، حتشوفها اسوشيشن. يس طيب اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. You are good to go. اوكي تفضل تفضل، في عندنا صار تمام 4 لايف، 5 صار و6. تفضل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اخواننا واصدقائنا واعزائنا واحبابنا في عرب كندا، احنا اليوم بنلتقي فيكم بسلسلة من اللقاءات المستمرة، نتمنى انها تكون مفيدة ومسلية ومريحة، فيها من الخيرات الكثير إن شاء الله اللي يستفيد منها الجميع. ودائما خلوا في بالكم إنه أي مبادرة أو أي عمل دائما ينجح بملاحظات الآخرين وانتقاداتهم، فهذه مبادرة خفيفة سريعة خطرت في بالنا أنا والدكتور جمال خلال اليومين هذول، واجتهدنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا أنه اجتهادنا يكون في محله، آمين. أنه نحاول نقضي وقت بسيط في هذا المرحلة مع بعضنا البعض في مواضيع مختلفة يشارك فيها الجميع. هذه المواضيع تستضيف مجموعة من المختصين ليتكلموا معنا ويحاورهم في مواضيع نظن إنها مفيدة للجميع، ونظن إن ونظن إنه الجميع يستطيع أن يستفيد منها بشكل جيد جدا، ويفيد أيضا فيها ويشارك فيها بشكل جيد. دكتور جمال، كان في عندك صوت فيه صدى عالي. لا أنا عم بحاول. تفضل هلا أحسن يمكن. يا نعم، المواضيع إحنا نشرناها وذكرناها في منشور لنا في المجموعة. هذه المواضيع يعني هي اجتهاد منا، ويعني نرجو من كل شخص يرى أن هناك موضوع أهم أو موضوع مهم أنه يساعدنا في أنه يطرح علينا، وإحنا إن شاء الله نحاول أنه نناقشه مع الناس المناسبين. موضوعنا برضو اليوم هاي الدعوة، برضو من يجد في نفسه القدرة على التحدث في أي من أحد هذه المواضيع أو موضوع مهم للجالية يتفضل، خاصة في الأيام هاي. يعني 100%. إحنا لا ندعي إنه إحنا مختصين بشكل عميق في المواضيع اللي نطرحها، ولكن نحاول إنه نذكر ما يعني يمكن أن نتحدث فيه. أكيد. الموضوع اليوم في هذه السهرة معكم ومع صديقنا وحبيبنا اللي مشرق دائما الدكتور جمال، موضوع له علاقة باستخدام التكنولوجيا في الأزمات. عنوانه استخدام التكنولوجيا في الأزمات وما وجدناه من تكنولوجيا في هذه الأزمة، هل هو كان مفاجأة سارة أم مفاجأة صادمة؟ أذكر في أواخر التسعينات كان في شركة للبرمجيات، بحكم وجودنا في عالم الـ IT وتخصصنا كنا قريبين من هذا المجال،
فكان في شركة للبرمجيات وتطبيق البرمجيات في الحياة دعت مجموعة من المهتمين للاطلاع على بعض البرمجيات التطبيقية اللي قامت فيها. فكان من بين البرمجيات برامج تطبيقية في الهندسة، ومن بينها برامج طبية، ومن بينها لكن البرامج الهندسية لفتت النظر. وهذه البرامج يعني أبهرت الناس وبنفس الوقت خوفت بعض الناس. مثال على ذلك، كان في برنامج في العمارة. هذا البرنامج كان يستطيع أنه يتعامل مع العميل مباشرة، مع صاحب البناء مباشرة، يأخذ منه المعلومات اللي بسيطة بيسألوا عنها أي مهندس، وبعد ذلك بيعرض عليه أنواع أنواع البيوت المقترحة له، والعقار اللي هو مهتم أنه ينشئه بثري دايمينشن، وبيشوفه أمامه وبيختار منه ما يعجبه، وبعدين بيحدد له كم الكميات اللي هو محتاجها من رمل ومن اسمنت ومن. فكان هذا البرنامج كان برنامج مبهر للحاضرين، أعجبهم جدا، وبنفس الوقت كان برنامج مخيف ومنافس لآخرين. التكنولوجيا تستخدم إلها شقين، شق مبهر، وهذا في غالب التقنيات التي تظهر، ولكن في داخلها أحيانا يكون شق مخيف. إحنا وجدنا في الأزمة الأخيرة، الأزمة الحالية، أزمة الكورونا، وجدنا تقنيات ظهرت على السطح. ربما البعض كان مطلع من خلال قراءاته ومتابعته عليها، وربما البعض لم يكن مطلع عليها وفعلا تفاجأ، إما أنه انبهر وإما أنه انصدم في بعض الأشياء. واليوم الدكتور جمال حيكلمنا عن بعض هذه التكنولوجيا اللي تم استخدامها والتعامل معها في الأزمة، وبعدين راح نناقشه هل هذه التقنيات لها جوانب صادمة أم هي جوانب دائما مشرقة. ونتمنى من الجميع أنه يشاركنا رأيه في تعليقه إذا كان يرى أنها صادمة أو مفيدة ومشرقة. وتفضل دكتور. يعطيكم العافية، شكرا كثير على البداية والتوضيح على هذا الموضوع. موضوع التكنولوجيا في الصراحة هو شيء مهم جدا. المشكلة أن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين، وكنا نسمع هذه المقولة دائما لما كنا نستمع إلى التلفاز والمذياع و. الآن أصبحنا في تطور أكبر، وأصبحت التكنولوجيا تفوق هذه الأشياء. فجهاز الموبايل الذي نحمله في يدنا عوضنا عن مئات الأجهزة، أو خلينا نحكي عشرات الأجهزة اللي كنا نستخدمها سابقا. المشكلة في استخدام التكنولوجيا، كيف نستخدمها ونسخرها لخدمة الإنسان في الوقت المناسب وفي الحجم المناسب. بالشكل العادي في الطبيعة استخدام التكنولوجيا قد يكون شيء يعني غير اختياري زي ما نحكي، أما في حالة الأزمات فاستخدام التكنولوجيا يجب أن يكون شيء أساسي
في المجتمع، لأنه الآن التكنولوجيا هي وجدت لتسهيل مهامنا في الحياة. خلينا نبدأ مثلا عن استخدام التكنولوجيا خلال الأزمة الحالية، أو هو الفيروس الكورونا والذي حصل في الصين. الصين من أحد الدول المتقدمة في مواضيع التكنولوجيا، من اختراعات، من ابتكارات، من تطويرات، حتى من شغلات كوبي سوتها من دول ثانية طورت عليها. فالصين لم تترك هذه الأزمة تشلها وتقعدها، بل جعلت من التكنولوجيا التي موجودة عندها طريقة لمساعدتها في الحد من انتشار الفيروس. إحنا في البابليك هيلث بشكل عام، في الصحة العامة، في عنا شروط وأوامر وطرق وبروتوكولات نستخدمها دائما في الصحة العامة، لكن استخدام التكنولوجيا فعليا مش موجود في ولا كتاب ولا في كورس درس إلى الآن في التاريخ إلى تاريخه لاستخدامه في البابليك هيلث بهذه الطريقة اللي استخدمته الصين. فأتوقع أنه الصين دخلت فعلا درس ليس فقط في التاريخ ولا في الجغرافيا، بل حتى في الصحة العامة، ورح نحكي عن هذا الموضوع. أول شغلة سوتها الصين اللي هي استخدمت الدرونز، وكنا شفنا الدرونز اللي موجودة في الصين كيف تم استخدامها. تم استخدامها بطريقة رائعة جدا. الدرونز هاي هي عبارة عن الطائرة المسيرة بغير طيار، الطائرة الصغيرة. معظم الهواة المصورين بيستخدموا الدرونز عشان يصوروا في أماكن من الأعلى. لكن هذا الدرون تم استخدامه في الصين عشان يبعد الشرطي أو رجال الصحة العامة عن المواطنين، يصير فيهم العزل. فكانوا يحطوا الدرون ويمشوا في الشوارع ويشوفوا الأشخاص اللي مش لابسين كمامات، يحكوا معهم مباشرة: يا مواطن أنت اللي لابس، تذكروا في الأردن، يا أبو السيارة الزرقاء، يا أبو الجب، وقف على يمين. هذا نفس الطريقة، أنت اللي مش اللي لابس كذا، الرجاء أنك ترجع على بيتك لأنك مش لابس كمامة. كما استخدموا الدرون أيضا، وصلت مرحلة في مدينة ووهان أنهم كانوا يقيسوا درجات الحرارة لكل المواطنين في العمارات. فأنت تهيأ أنه شخص طبيب أو ممرض بده يطلع على شقة يقيس درجة الحرارة. فكانوا شو يسووا؟ هم عارفين في العمارة هاي، في الشقة واحد في الطابق الأول فيها 3 أشخاص، يطلبوا من الجميع يطلعوا على البلكونة، فيطلعوا درون في ميزان حرارة لاسلكي يقيس درجات الحرارة، الأول الثاني الثالث، خلاص ممكن ترجعوا على البيت. الشقة اللي جنبها يروح على البلكون يقيس درجة الحرارة للأول للثاني للثالث، وبالتالي كانوا يسجلوا درجات الحرارة خلال ربع ساعة لكل العمارة، بدل ما حدا يطلع ويكون في عرضة للتواصل المباشر. الدرون أيضا استخدموه في طرق التوصيل عشان ما يصير توصيل من شخص، يوصلوا عن طريق الدرون بعض البضائع والأكل خاصة. فهذا مثال بسيط على ما تم استخدامه، يعني استخدامه في العلم أدى إلى مساعدة كبيرة في تسهيل المهام وحماية رجال الصحة العامة والأمن من المخاطر. دكتور جمال، عفوا، تفضل. اليوم لما نتكلم عن الدرون هو تم استخدامه في الأزمة بشكل كبير. بنفس الوقت كان له استخدامات قبل هيك لكن بشكل محدود. فهل تتصور أنه كنا نحتاج حتى نستخدمه بشكل كبير، كنا نحتاج إلى أزمة، ومن هاي الأزمة تتوقع أنه راح نشوف استخداماته منتشرة بشكل كبير جدا بعد ذلك؟ لأنه الحقيقة أنه شفنا برامج كثيرة تتكلم عن الطائرة من غير طيار في موضوع النقليات، حتى أمازون كان بتتكلم على موضوع النقل عن طريق طائرة من غير طيار، وكانت السرعة حتكون سرعة فائقة في توصيل الأشياء للأشخاص، والأهم أنه مش حيكون في تلامس بشري. الآن الأزمة فرضت هاي التقنية، جعلت
يعني فرضت التقنية على الواقع، سرعت في استخدام التقنية. بجوز يكون التقنية كان لها أسباب أنها تتأخر، الآن فرضت نفسها بشكل سريع، فتتوقع أنه رح ترجع الأمور إلى ما كانت عليه بعد الأزمة من استخدام بسيط ومقتضب، ولا خلص الموضوع مدام فتح رح يكون بعد ذلك الانتشار على أوسع من هذا؟ صدقا يعني هو الحاجة أم الاختراع، والإنسان دائما يخترع عند الضغط عليه أو عند الأزمات أو عندما يحتاج الشيء. لا أخفيك أنه الدرون استخدم، وحتى دولة الإمارات العربية الشقيقة حاولت تستخدم الدرون في توصيل جوازات السفر عندها وكروت الإقامة، وما أعرف تم تنفيذ المشروع، بس أنا سمعت أنه كان هذا المشروع موجود وأرض الواقع. يعني فعلا أمازون برضو حاولت، لكن لم يستخدم بهذه الكمية وهذه الزخم في منطقة محددة بأساليب جديدة. كان دائما هو توصيل تصوير، هذا كل ما كان يستخدم فيه. الآن لا، صار في قياس درجات حرارة، معرفة أو اطلاع على أوضاع الناس في الشوارع، ممكن الصحة العامة، توعية عامة، يعني صار في له أهداف أخرى قد تصلنا إلى أو تؤدي، وأنا متأكد أنه راح يستخدم الآن إلى استخدامات أوسع إن شاء الله. جميل، إحنا نتكلم الآن عن موضوع التقنية في أكثر من بعد. أيضا كان في استخدام كبير للروبوتس، واستخدام الروبوتس كان متنوع ومتعدد. وأيضا نعود ونقول إنه الروبوتس صار له من فترة موجود بشكل كبير جدا ومنتشر، لكن الآن التطبيق، طريقة الاستخدام، ووراء هذا الاستخدام في شيء مهم اللي هي اللي احنا دائما بنهتم فيه في العمليات الإدارية. لما بتتم اي عملية إدارية، العمليات نفسها، البروسيسز اللي بتنعمل. انه تخيل لما يكون في عندك تقنية، نفرض انت تستخدم مسحوق معقم وبتغسل، لكن بعدين بتحط ايدك على مكان مش معقم، وبالتالي انت استخدمت المسحوق لكن ما اعطاك النتيجه المطلوبه، لانك البروسيجر والستبس اللي انت مشيت فيها كانت غير مدروسه، مصممه بشكل خاطئ. فاليوم الروبوت صارت تطبيقاتها والبروسيس اللي بتمشي خلفها اللي بتتعامل معها كانت امر عظيم جدا، لانه لا يقل اهميه عن وجود التقنيه انك ترسم خط السير وطريقه التعامل بحيث انه تحافظ على الهدف من استخدام الروبوت اللي يستخدم الروبوت من اجله. فاحكي لنا دكتور عن الروبوتس ووين تم استخدامهم بشكل مفيد في هذه الازمه. بالنسبه للروبوتات، انا مش عارف ليش الكومنت مش عم تطلع، هم في كومنتات عم تطلع، هحاول أقرأها. أول مرة الماضية كانت ضابطة، بس شيء غريب. anyway، بموضوع الروبوتس، استخدمت الصين الروبوتس أيضا في أمور ممتازة جدا، وكان الهم الأول فيها إنه يعزل البشر عن البشر عشان ما يصير التلامس هذا واللي يوصل إلى نقل العدوى. أول شغلة استخدموها في سموها الروبوت الفود ترانسفورمرز، اللي هو بنقل الغذاء للأشخاص المصابين في غرفهم. فهي عبارة عن جهاز أو سيارة صغيرة بتروح بحطوا فيها الأكل، بتروح على المريض، بدق الباب، بفتح الباب، بأخذ أكله، بسكر الغرفة، الروبوت برجع بتعقب، بروح على الغرفة اللي بعدها. فهذه كانت طريقة ممتازة جدا للتخفيف من الاحتكاك بين الممرض والمريض. المرة الشكل الشيء الثاني سموه النيرس روبوت. هذا النيرس عبارة عن روبوت بدخل غرف المرضى،
بقيس درجة الحرارة، بقيس الضغط، بقيس أي شيء ممكن مبرمج له، وبسجل هذه الأرقام، وأوتوماتيك بتروح عند النيرس الإنسان البشري وبتتسجل عندها، فبتشوف إذا في مثلا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في هناك أي مشاكل في درجات الحرارة. هذا برضو حد كثيرا من نقل العدوى للإنسان. بنتقل للمعقم، بعدين بروح للمريض الآخر. في خوذة يمكن شفناها في بعض الفيديوهات بلبسها رجال الشرطة أو رجال الأمن، وعليها زي مقياس درجة حرارة، ممكن يقيس درجة حرارة عن طريق الأشعة الفوق الحمراء لأكثر من 30 شخص بنفس الوقت، ويعمل ريبورتس. إذا شافوا درجة حرارة مرتفعة عن مثلاً 38 بروحوا عليه بقيسوا درجة الحرارة بتأكدوا، وممكن ينقلوا إلى المستشفى إذا احتاج. فسيارات التوصيل، الصين من أكثر الدول في العالم اللي عندها أونلاين شوبينج، وإحنا بنعرف يعني عندهم منصات كبيرة ومن زمان بيشتغلوا على أونلاين شوبينج، فكان عندهم كتير مشكلة كبيرة في عملية التوصيل. يعني المجتمع الصيني الآن يعتمد اعتماد كبير على الأونلاين شوبينج، فاستخدمت شركات التوصيل اللي بسموها delivery car driverless delivery car، بحيث انه يكون عندك سيارة فيها عدة زي بوكسات البريد، بحطوا فيها البوكس تبعك او الدليفري تبعك، وله باركود، بس بتمسح الباركود هذا بس توصلك السيارة، بفتح لك البريد تبعك، بتاخدها بروح على اللي بعده، بيجيك مسج انه سيارة البريد برا، بتطلع بس بتمسح الباركود، تفتح البوكس بتطلع لك البوكس تبعك وهلما جرى. فهذه الروبوتات او السيارات اللي بدون درايفلس، منهم روبوتات التعقيم، يعني في روبوتات كانت تمشي في الشوارع بس تعقم الشوارع، تعقم الأعمدة، تعقم الأماكن العامة. هاي كلها الروبوتات طبعا استخدمت بطريقة خيالية، يعني معظم اللي كنا نشوفه إحنا روبوت بتكلم، روبوت بيقدم لك مساعدة، روبوت بعطيك نصيحة، مبرمج على شيء، روبوت مثلا بيساعدك في وضع بعض المعلومات. آخر شيء يمكن شفناه تقنية في اليابان، الروبوت اللي بودي الأكل في المطعم بدل النادل. غير هيك ما كان في استخدام كبير للروبوت يعني إلى تاريخه، إلا الروبوتات الكبيرة في المصانع طبعا. بشكل عام هذا الاستخدام الكبير، حتى أنه استخدموها بطريقة سيارة إسعاف بدون سائق، درايفلس امبولانس، إنه سيارة الإسعاف بتوصل بعد فيها المريض، بتقيس درجة الحرارة والضغط والفايتال ساينز الأكسجين، وإذا شافت إنه بيحتاج بتسوق فيه إلى أقرب مستشفى بيحتاج إنه يوصل لها. فهذه الطريقة كانت برضو مبتكرة في استخدام الروبوت. يعني الروبوتس يعني في بعض الأماكن كان فيه لها استخدام كبير جدا، في مواضيع في الغاز والنفط كان فيه لها استخدام كبير جدا، في بعض المجالات كان استخدامها محصور. لكن أنا اللي أستغربه في المطارات، يعني في تقنيات في المطارات تساعد على إنه ما يكون في تلامس كبير خاصة في الشنط، لكن إلى الآن ما وجدنا يعني مطارات تطبقها، إلا المطارات قليلة من المطارات اللي تطبقها. يعني أعطي مثال، في مطارات بتستخدم الـ RFID على الشنط، وبالتالي وبكون كمان في روبوتس بتاخذ الشنط وبتوزعها وبترتبها بدون ما يكون في حاجة لموظفين يشيلوا ويتعاملوا بالأيدي. وبنفس الوقت لما بتدخل على المطار بالسير تبع الشنط بتدخل بشكل مرتب، وأول ما توصل صاحبها بتعطيه alert إنه وصلت، فبيعرف إنه موجود من بعد، حتى لما بلمسها يكاد يكون صاحب الشنطة هو الوحيد اللي يلمس الشنطة غير الروبوت. الآن في هذا الوقت إحنا في عنا إشكالية في المطارات، وأنا لاحظتها
في المطارات في مواضيع الاكتظاظ وفي مواضيع فحص الناس. وبرجع بأكد على البروسيس إنه المسألة مش بس مجرد تقنية، كمان في عمليات لازم تنعمل بشكل منظم بشكل مصمم بشكل صحيح ومدروس حتى يعطي الفوائد تبعه بشكل سليم ومرتب. فما شفنا هذه التقنيات إلى الآن، وأنا حقيقة أستغرب إنه بعض التقنيات المفروض صار لها فترة طويلة جداً تستخدم، لكن توظيفها ما كان موجود في المطارات وما كان موجود في بعض الأماكن اللي إحنا الآن إحنا احتجنا إلها إنها تكون موجودة الآن. طبعاً الصينيين أبدعوا في الاستدراك، يعني لما صار في إشكالية أو في نقص في الماسكات في المصانع، أنشأوا مصانع، وكان عندهم تقرير إنه المصانع هتبدأ شغل في شهر مارس، وبعد مارس مش يعني هيبطل في أزمة ماسك في الصين وهيبدأوا يصدروا. وفعلا هذا اللي صار، يعني بدأت الآن الصين تحل إشكاليتها في هذا الموضوع، والمصانع الجديدة اللي فتحتها كانت خلال فترة وجيزة جدا فتحت مصانع، إضافة إلى المستشفيات اللي بنعرف إنها فتحتها في وقت قياسي جدا. ففي تدارك عند الصينيين في لما يشوفوا إنه في نقص في شيء. لكن لاحظت إنه في موضوع المطارات ما لاحظت، هل عندك فكرة دكتور في موضوع المطارات هل صار في تغيير؟ لأنه شفت الاهتمام كان على الحجر فقط أكثر، وهو الاهتمام على تقنيات تخفف من تلامس الناس وتساعد على إنه ما تنتقل العدوى. طبعا موضوع المطارات هو من أهم المواضيع اللي كان يجب على جميع دول العالم إنه تدرسها وتتداركها، لأنه المطار هو مفتاح أو مدخل لأي دولة. فإذا كانت درجات الحرارة لشخص مرتفعة، يعني هذا indication إنه في إشي أو في مشكلة في هذا الشخص اللي داخل على البلد. خاصة الآن في عنا طريقة تشخيص، أنا ما بحكي إنه هي الطريقة الوحيدة، لأنه أنت إذا قبل ما تنزل من الطيارة بساعتين ثلاث أخذت حبتين تاينينول أكيد رح تنخفض درجة الحرارة، فممكن تخفي هذا الشيء. لكن بشكل عام يعني التشخيص الأولي لازم يكون في المطار، فعشان هيك يعني المطارات في دولة الصين منذ سنوات تستخدم هذه الطريقة، بتعمل سكان لكل اللي داخلين على المطار بغض النظر مين هم ودرجات حرارتهم، تعمل عليهم سكان، وهذا السكان بضل أز داتابيز عندهم. لأنه أنت داخل على المطار، يعني أنا متوقع أنه في كتير دول عندها هذه الطريقة أنهم بيعملوا سكان لكل شخص موجود وفيشل ريكونيشن والأمور هاي. فوجود هذه الطريقة هي مهمة جدا، أول شيء التعرف على الأشخاص اللي داخلين، لا سمح الله في عمليات بدها تصير، بالإضافة إلى الوضع الصحي لهذول الأشخاص. في أشخاص ببين عليهم الإعياء، ببين عليهم التعب، ممكن نعمل برنامج يبين إنه هذا الشخص وجهه مش طبيعي، في مشكلة، نعمل له فحص بنشوف شو الوضع، إذا كان أمرك بندخله، إذا كان في مشكلة بنعمل له الحجر الصحي. فموضوع المطار هو يعني essential، يعني مش موضوع اختياري أصبح خاصة في وقتنا هذا، هو موضوع إجباري لجميع الدول. في دول فقيرة سوت هذه الأمور يعني أسرع من دول غنية للأسف، ما بعرف إيش السبب في التقاعس. موضوع المصانع بدي أحكي عليه بس كمان نقطة إذا بتحب عشان ننتقل. الصين يعني حتى طلبت من مصانع السيارات في هذاك الوقت إنها تنقل الخطوط الإنتاج وتغيرها لتصبح خطوط إنتاج لماسكات والألبسة الواقية تبعت الأطباء. وبالفعل الصين استطاعت خلال أقل من شهر إنها يعني تدارك الأمور، ولا الصين بتصدر رجعت تصدر ماسكات أو كمامات.
بالإضافة لذلك يعني كل يوم بنشوفها جاك ما اللي هو رئيس شركة علي بابا المشهورة تبرع قبل يومين بمليون ماسك لأمريكا، تبرع بمليون ماسك لأمريكا. الصين تبرعت بخمسين مليون ماسك لإيطاليا، تبرعت بماسكات مش عارف الرقم لتونس للعراق للبنان. فالآن أصلاً صارت تتبرع لدول ثانية، يعني الموضوع صار إنه إحنا خلاص ضن. وللعلم اليوم مدينة ووهان اللي هي بدأ منها هذا الفيروس سجلت صفر حالات، وهاي طبعاً إن شاء الله تكون خبر جيد للجميع. أنا أتوقع إنه بعد الأزمة إن شاء الله ما تنتهي، وإن شاء الله تنتهي قريباً، راح يكتب كثير 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 من الأشياء اللي تمت اللي الناس يعني ما بتعرفها. موضوع الماسكات هذا موضوع اكزامبل، اتوقع انه هو مثال على على عدة جوانب، احترافية البزنس، لانه في ناس محترفي بزنس استفادوا من الموضوع بعيدا عن القناصين اللي يغنوا في هذه الازمات، لكن في محترفين في البزنس، في كمان ما تم عمله وتداركه في موضوع التصنيع، وايضا في افكار مبتكره طلعت في هذا المجال، في اشياء كثيره، وفي اشياء كمان يعني انا اذكر وانا كنت من المهتمين في الموضوع هذا، حتى كان في فكر في موضوع انشاء مصنع للماسك عربيا، بعض الشباب اقترح انه يكون هنا في كندا. الفكره انه في البداية كانت الصين تجمع كل الماسكات اللي موجودة في العالم. يعني في بداية الأزمة كان يجينا أخبار إنه محتاجين كذا مليون لوين للصين، محتاجين كذا للصين. فجأة وجدنا إنه العالم كله بدأ يحتاج الماسك، فصارت الدول تطلع قرارات في عدم التصدير. وبعدين الدول بدأت تفكر بالتصنيع، وبالإضافة للكلام اللي شفناه في الصين. أتوقع أنه لاحقاً حيكون في قصص كثيرة في المجال هذا تبين أشياء نستغربها أو استغربناها، وتكون فيها شيء من الحقيقة في موضوع التعامل في هذا الجانب. هل هو حقيقة ولا خدعة ولا وهم ولا بزنس؟ في قصص كثير جانبية في الموضوع. طبعا لا ننكر انه في حاجة، اكيد في حاجة، ما دام في مرض فبالتأكيد في حاجة. دكتور جمال، احنا طبعا لا يخفى علينا انه الصين بلد، ما هو بلد ديمقراطي ولا بلد حر، يعني القرارات فيه قرارات صارمة. لما اجينا على موضوع الحجر شفنا التقنية شوي بدأت تنكمش في موضوع الحجر، وبدأ يصعد موضوع الشدة والعنف في هذا المجال. أنا سؤالي من شقين، السؤال الأول، هل ما كان في مجال في ظنك إنه يكون التعامل غير بطريقة الشدة مع الأشخاص المرضى؟ في الأخير هم مرضى أو عليهم إشارات مرض، يعني هل هي الطريقة المعتادة في الثقافة الصينية وبالتالي تم استخدامها لأنها هي الطريقة المعتادة، يعني هيك زي ما بنحكي هيك تربينا؟ الأمر الثاني، هل تتوقع إذا كان هذا الأسلوب في الحجر هو الأسلوب الأمثل أو هو الصواب، هل تتوقع بلدان ديمقراطية وحرة وتتعامل بإنسانية عالية جدا، هل تتوقع أنه تحتاج أنها ترجع تعمل تيونينج لشفافيتها شوي، ولا لا تستطيع أنها تعمل من خلال الثقافة اللي ربت المجتمع عليها تعمل أفضل من الشد المطلوب؟ وبرجع بأكد انه
ما شفت كثير من التقنية في الموضوع هذا إلا بما في جمع معلومات، وهذا حنحكي فيه بعدين. يعني أنا أشاطرك الموضوع. طبعا الصين مش من الدول الديمقراطية أو الديمقراطية فيها أو الشفافية أقل من دول أخرى في العالم، وهذا مش أنا ولا أنت بنحكيه، هذا عن طريق منظمات عالمية تثبت ذلك وبتقيس الشفافية في هذه الدول. موضوع التعامل كان مع المرضى، احنا شفنا عدة أفلام أو فيديوهات قصيرة كيف بجروا المرضى بطلعوهم. يعني الموضوع الآن أصبح، أنا برأيي الموضوع أصبح community infection، يعني هذا الشخص إذا بقى في منزله وما راح يتعالج في شيئين ممكن يحصل فيه، ممكن هو لا سمح الله يتوفى في منزله لأنه ما تلقى العلاج المناسب، وممكن أيضا يعدي الآخرين، يعدي أهل منزله، ممكن يعدي الحي تبعه. فالموضوع هل يعني هذا موضوع كتير debatable، في الشق الأول هل يجبر الشخص على أن يعالج أم هذه حرية شخصية؟ حتى في الميديسن إحنا عندنا debates في الموضوع، هل أنت تجبر، أنت كطبيب بتجبر المريض على أنك تعطيه الدواء أم تخيره بأخذ الدواء وإنت عارف أنه هذا له أفضل؟ الموضوع كتير في debate، هل هذا حق إنساني أنك تقول له لا واجب عليك انك تاخذ هذا الدواء، بدي اشوفك بعيني زي ما احنا بنعمل مع ابنائنا، يعني لما تعرف انه مريض ابنك وهو ما بده الدواء ما بحبه بس انت بتدخله في تمه بتتذكر يعني هذه الامور. صحيح. فهذا برضو يعني انت من حرصك على ابنك، واتوقع انه انت كطبيب من حرصك على هذا المريض، لكن هل من حق المريض انه يرفض الدواء؟ هذا سؤال يعني دخلت فيه الكثير من الديبيتس بين العلماء. حتى موضوع الحجر الصحي، أول ما كندا وصلها أول وفد أو أول طيارة إجت من ووهان لما عملوا الإخلاء أو الإجلاء للرعاية الكنديين، كان في ديبيت كبير مين حقه أنه يحجز هدول في هذا الفندق اللي أخذوه أو في القاعدة العسكرية، ليس من حق أحد. ففعليا كان في ديبيت انه في قانون في كندا لا يجبر انه الحكومة انك تحجرك في هذه الحالة، ففعليا يعني الموضوع كان very serious، وفي ناس كان ممكن انهم يقاضوا الحكومة بس هم عارفين انه هذا واجبهم تجاه الوطن. فالموضوع اصبح يعني النقطة اكبر انه هذا الشخص ممكن يفشي هذا المرض او ينقله لناس أكثر. فالموضوع يعني ديبيت كبير في حتى على المستوى مش الإنساني أو حقوق الإنسان، نحكي على مستوى العلم نفسه. فموضوع أخذ هذول الناس وإجبارهم على دخول الحجر الصحي، لو أنت جاره رح تقول نعم خدوه صح ولا لا؟ هذا مريض، هذا ممكن بغض النظر يعطس أنا أفتح الباب بعد دقيقة يدخل هذا على منزلي. فالكل كان خايف، ما حد عارف شو اللي عم بيصير، إيش الأسباب الانتقال العدوى. فأنت كدولة عشان تستطيع أنك تحجر المرض أو تخفف المرض هذا بدك تحاول أنك تعمل أي طريقة أنك توقف انتقال العدوى. الآن إحنا تأثرنا كتير اقتصاديا، في ناس كتير أو توقفت أعمالها ما في عندها دخل، ليش؟ لأن الحكومة طلعت قوانين صارمة الآن إنه نحاول نجلس في المنزل، ما نطلع، ما نسوي أي شيء، التجمعات أثر على ناس، أكيد أثر على ناس. فالموضوع يعني أحيانا بيصير سلامة المجتمع أكبر من أفضل أو أأمن أو أهم من سلامة شخص واحد، رفاهية المجتمع أهم من رفاهية شخص واحد، مسؤولية المجتمع بشكل عام أهم من مسؤولية شخص واحد. يعني الشق اللي أنا بجوز ركزت عليه موضوع هل وجود الدولة البوليسية في هذا الموضوع بالذات في موضوع الحجر يجعلها تستسهل أنه يكون هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في التعامل. لما يعني لما بحط أنا في الباك جراوند تبعي إنه الصين دولة بوليسية، ماشي،
وبصير متوافق عندي انه يكون في طائره من غير طيار تطلع وتعمل سكاننج للناس. يعني هذا امر انا بصير من 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 بدهيات من بدهيات الامور انه يكون موجود في دوله مثل هذه الدوله. وبالتالي هو عباره فقط عن توظيفه في اعمال اخرى غير الاعمال اللي اصلا تحتاج فيها هذه الدوله. لما بنحكي عن روبوتس، روبوتس في التعامل، والروبوتس احنا بنحكي انها اصناف وانواع مختلفه. لما تكون الدوله البوليسيه توظفها بتوظيف تحتاجه، يكون من السهل انها تعيد توظيفه بطريقه اخرى. فهل لما اجينا على موضوع الحجر وجدنا انه الحجر التعامل معه بنفس المنطق لكنه من غير تكنولوجيا، لانه مش محتاجة في الدولة للتكنولوجيا في هذا الوقت. فهل هذا المنطق ان التكنولوجيا اللي استخدمت كانت تكنولوجيا مستخدمة في الوقت اللي تم الاحتياج له انها يعيد توظيفها من مجالات الى مجالات اخرى، ولكن في الوقت اللي احنا ما حنحتاج فيه التكنولوجيا، فالاسلوب الروتيني التقليدي اللي كان موجود هو نفسه استمر في العمل، ولذلك وجدنا انه الحجر كان. فانا يعني بديش استسهل القدرات الصينيه اللي كانت موجوده، لكن انا اظن انها قدرات تراكميه قديمه موجوده، وكان يساعد عليها اللي هو المنطق البوليسي اللي كان موجود. المنطق البوليسي يستدعي وجود هذه التكنولوجيا وهذه التقنيات وهذه الابتكارات، ولما صار في حاجة لاستخدامها وتوظيفها في مجالات أخرى في الأزمة تم استخدامها في هذه المجالات. أكيد. شوف، يعني الدولة الدكتاتورية أو الدولة البوليسية أكيد بتنفذ القوانين اللي هي بتشوفها صح بغض النظر عن ما يراه المواطن، وهذه الطريقة يمكن كثير شفناها في دول. لكن وما بدنا نحن نناقش مش سياسيا، يعني عم بنناقش الموضوع، لا لكن طبيا يس طبيا وعلميا في احيان كثيره يجب ان نفرض، خاصه في امور الحجر الصحي. واتوقع انه الان حتى دول ديمقراطيه مثل ايطاليا تعتبر من الدول الديمقراطيه الان فرضت الحجر الصحي، فالموضوع يصبح احيانا إجباراً. وللأسف في ناس لم ينفذوا موضوع الحجر الصحي في إيطاليا، وهذا أدى إلى تفشي في عدد الحالات. وبعدين الإيطاليين فهموا الغلط، مع أنه فهموا متأخر، بس كويس أنه فهم قبل أنه ما ونزلوا الدبابات ونزلوا الجيش. فأحياناً بتشوف أنه هذا الروتين يعني مجبر أخاك لا بطر بيحكوا، حتى لو أنه أنت دولة دكتاتورية أو دولة ديمقراطية أحيانا ستتجه إلى نفس الاتجاه لأنه لا يوجد عليك خيارات أخرى. يعني إحنا في الإدارة بنقول أنه ما في نمط إداري صحيح 100%. يعني في أوقات معينة تحتاج أنك تكون دكتاتور، يعني في قلب الميدان مثلا ما بينفع أنه تجمع مثلا واحد في معركة يجمع الجنود ويحكي لهم شو رأيكم يا جماعة تعالوا خلينا نتشاور. لا، هو في هذه الحالة هو محتاج انه يتخذ قرار، وقرار يجبر عليه البقية. في اوقات اللي بيكون فيها ترتيب وتحضير، لا، يكون الافضل انك تستمع وتحضر ففي الميدان اكيد بيفرض الميدان شروطه. لكن انا بحكي انه هذه الثقافة ساعدت على أنه تكون التقنيات موجودة أصلاً ويعاد توظيفها بسهولة وسرعة. هل ممكن أنه نشهد شيء زي هيك في بلاد ديمقراطية؟ أنت أعطيتنا مثال إيطاليا، أنه في الأخير فرضت الأمر بالقوة، وجدت أنه لابد أنها تفرض الأمر، أمر الحجر بهذه القوة. شوف، المواطن الصيني بشكل عام يعني تعود على مثل هذه القرارات، أنا متأكد، لأنه عايش طول عمره في هذا المجتمع وعايش تحت هذا النظام وعارف شو هو هذا النظام. نظام صارم، نظام يضرب بيد من حديد، ما عنده أي مزح زي ما بيحكوا.
وما في الموضوع انه والله عجبني مش عجبني. طلعت بعض الأصوات طبعا المناهضة للقرارات والرافضة للقرارات، ومنها ناس يعني تأثروا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وعارفين يعني أكيد راح يكون في ناس زي هيك وطلعوا على السوشيال ميديا. لكن الموضوع زي ما حكيت إنه أحيانا مجبر أخاك لا بطر. فاللي صار في إيطاليا أكبر مثال، يعني إنه في البداية أعطوهم حريتهم، ما حد نفذ، اضطروا إنهم ينزلوا الدبابات والجيش والعسكر عشان يوقفوا المهزلة اللي صارت. تجمعات كانت بعد الحجر الصحي، تجمعات رياضية ولعب سوكر، يعني أمور كانت جدا خطيرة. وإحنا بنحكي إنه مش لازم نسوي تجمعات ومش لازم نوقف، يعني الموضوع صدقا إنه أنا بحكي إنه الصين علمت العالم درس في موضوع البابليك هيلث، بغض النظر عن الأخطاء اللي صارت. أكيد أخطاء صارت، الحكومة تأخرت في كتير أمور من بنشر الأخبار بعمل الحجر، لكن يعني أنا بتفهم هذا الموضوع. أنت عشان تقوم بشيء ميجر، بدأ الموضوع من 8 حالات في مدينة ووهان، 8 حالات في مدينة عدد سكانها 11,000 يشبه الإنفلونزا أو السارس، يعني لن تعمل منهم بانديميك من 8 حالات. يعني منظمة الصحة العالمية بعد قديش شهرين ونص 3 لما قدرت تتوصل لهاي المرحلة. فإنك تعمل ها أو تحكي هذه الكلمة أو تعمل حجر على كل المدينة، موضوع يعني سياسيا مش سهل إنك تاخده أنت كرجل سياسي. وللعلم إنه رئيس المدينة ورئيس المحافظة ومدير الصحة الآن تحت القضاء لتأخرهم في اتخاذ الإجراءات اللي لازم كان ياخدوها. فبرضو هذا بيحكي لك إنه في ناس عم بتحاكموا من وراء هذا الموضوع، أنا يعني أتوقع مش إنه تركة. في الأيام القادمة ممكن يظهر عندنا اهتمام من الدول، وبجوز الصين تكون أولهم، في تقنيات وتكنولوجيا جديدة مبتكرة في موضوع الحجر، حتى يكون الموضوع مسهل. وإحنا من هنا بدنا ننطلق لنقطة، أنا يعني شفت لك فيديو مهتم، أنت كنت مهتم فيه جدا في طرح موضوع أساسي. ومن فترة بدأ العمل عليه، وإله توظيفات هائلة جدا في الحياة. اشتغلت عليه شركات كبيرة عابرة للقارات. وإحنا الآن، وأنا في يوم من الأيام كتبت إنه ربما نشهد في وقت من الأوقات شركات تعطي الجنسية وتعطي جواز سفر، ويتحرك موظفيها أو الممبرز اللي فيها في دول العالم بجوازات سفر ربما. فشركات استخدمت هذه التقنيات بشكل عظيم جدا من أجل أغراض متنوعة ومتعددة. طبعا أنا هنا أتحدث عن البيج داتا. أنت كان لك فيديو في هذا الموضوع، وكان لك اهتمام في فيه بشكل كبير، فتوظيف البيج داتا في الأزمة. ممكن طبعا نتكلم في البداية عن الموضوع وبعدين ننتقل للتوظيف في الأزمة. تفضل دكتور. تسلم، زاد الله فضلك. طبعا هذا الموضوع حبيبي كتير على قلبي أنا صراحة. لاحظت. ومرة سألني ابني سؤال، قال لي أكتر دولة فيها عدد سكان في العالم، فعلى السريع قلت له الصين، يعني 1,400,000 400 مليون كنا بنعرف. قال لي لا بابا. قلت له إيش؟ قال لي دولة الفيسبوك فيها 2.5 مليار. ففعليا صدمني في هذيك اللحظة. فعلا انت بتحكي صحيح، ممكن يصير للفيسبوك، ما بتعرف دولة ويصير عندهم جواز سفر، you never know. طبعا موضوع البيج داتا دخل، يعني انا حضرت محاضرة كبيرة وفعلا اعطتني صدمة في موضوع الداتا كولكشنز وكيف الناس بيجمعوا الداتا. الصين من الدول، من أول الدول اللي بدأت تجميع الديتا، وأعتقد كنا سمعنا إنه الصين منعت جوجل ومنعت فيسبوك من دخول
من دخول خدماتها على المواطنين تبعونها. وكان كل هذا السبب عشان موضوع الديتا تبعت المواطنين الصينيين. فالصين على السريع وجدت بدائل، بايدو مثلا، شركة بحث بدل جوجل، ويبو شركة فيسبوك زي الفيسبوك أو التويتر هي بين اثنين، الواتساب اكتشفت بديل له اللي هو ويتشات. فكل هاي البدائل كانت موجودة، يعني هدفها الأول والأخير هي تجميع المعلومات عن المواطنين. أنا خلينا أحكي شوي أنا عن الموضوع هذا بأريحية كده. الآن أي واحد موجود على وجه الكرة الأرضية وعامل إيميل، أوكي، معظمنا للأسف لما بيعمل الإيميل ما بقرأ الأنظمة واللوائح اللي بعطيك إياها، لأنه معظمها 10 صفحات 5 صفحات، كلمات صغيرة، كلمات قانونية، وبنعمل سكرول داون وبنقول موافق. اللي أنت وافقت عليه هذا هي تصريح منك مباشر لأنه بدك تعطيهم الداتا تبعتك. لأن لو فكرنا شوية، ليش شركة زي فيسبوك، ليش شركة عملاقة زي جوجل بتعطيك تخزين up to 15-20 جيجا بايت عشان تحط الداتا تبعتك؟ ليش بتخليك تحط إيميلاتك؟ ليش بتخليك تحط صورك؟ طب أنت بتروح بتشتري هارد ديسك صغير، بتشتري ب 250 دولار أو 150 دولار، ليش هاي الشركة عندها الكمية الهائلة من الهارد ديسكات، من الكلاود اللي موجود أوفر إنترنت؟ الكلاود هذا إله مكان، في ناس سيرفرات، كهرباء، مكيفات، ناس شغالين بس عشان السيرفرات هاي. فهذه السيرفرات اللي موجودة أثمانها باهظة وتكلف هاي الشركات مبالغ باهظة. طبعا كلهم بيحكوا لك انه احنا نعمل دعاية، نعمل اعلانات، بناخذ من الاعلانات، لكن انا ما اتوقع انه الاعلانات هي الهدف الاساسي او الدخل الرئيسي لهاي الشركات. لها دخل وبندفع لها اعلانات مبالغ، لكن الهدف الرئيسي منها هو تجميع معلومات عن المواطنين جميعا. تجميع هاي المعلومات الآن زي ما بيحكوا إنه الانفورميشن، the piece of information is more expensive than the piece of gold. So سعر المعلومة أصبح أغلى من سعر الذهب. الانفورميشن اللي أنا بحصل عليها عن أي شخص أهم من إلي من أي معلومة أخرى. فموضوع الحصول على هذه المعلومات ليس الآن بالسهل وليس بالصعب، لكن الشركات هاي بتوفر لك كل التكنولوجيا وكل الراحة عشان أنت تعمل شير للمعلومات، للصور تبعتك، لاستخدامات معينة. يعني الحكومة بتستخدمها كتير بأمور قد أكون لا نعلمها إحنا. يعني أنا بدي أحكي عن موضوع بعد شوية، بس قد لا نكون لا نعلمها عن أمور قد نكون نجهلها. معظمنا ما قرأ أجين خصوصية المعلومات اللي بتصير، اللي بتوافق عليها أنت لما تدخل على تعمل أكاونت أو تدخل على الفيسبوك أو على تويتر أو whatever الجيميل. فكل هاي الأمور هي أنت بتحط معلوماتك الآن على طبق من ذهب للشركات هاي. لأن كيف تستخدمها هاي الشركات؟ وجدنا إحنا يعني صراحة كنا سمعنا عن مشكلة الولايات المتحدة مع شركة هواوي، وإحنا عارفين شو السبب الرئيسي منها، إنه الولايات المتحدة قبل حوالي شهر ظهر تقرير إنها بتتجسس على اتصالات 120 دولة، وهذا شيء معروف. يعني حتى قبل يمكن سنتين رئيسة أو المستشارة الألمانية ميركل بيّن إنه أمريكا بتتجسس على أحد حلفائها اللي هي ألمانيا، يعني دولة صديقة مش دولة عدوة مثلا نحكي مع كوريا الشمالية، لا أمريكا. فالوضع إنه هم لمين تروح الداتا تبعتك؟ يعني إذا في نكتة عجبتني أنا مرة، واحد بعت لي إياها، بقول لك أبل بتبعت معلوماتي لأمريكا،
هواوي بتبعت معلوماتي للصين، سوني بتبعت معلوماتي لليابان، آسوس بتبعت معلوماتي لتايوان، سامسونج بتبعت معلوماتي لكوريا. مش مشكلة لمين يبعتوا معلوماتي، المهم ما تبعتوش معلوماتي لمرتي. بس في حالتك أنا ما أتوقعش، أنا أتوقع كل المعلومات الأخيرة هتتجمع هناك. كلها موجودة. فالخصوصيات هاي يعني مش، أنا ما أتوقع أنها فقط للدعاية، وأنا متأكد 100% أنه خلال سنوات راح تظهر النتائج من تجميع الداتا اللي موجودة عندهم. الآن في قصة صارت أنه شركة جوجل مرة أرسلت دعاية أنه we are hiring, don't send us your resume, we have all your information. فهذه أنه إحنا عم بدنا ناس تعمل لدينا، لا ترسل السي في تبعك، عندنا كل المعلومات الخاصة فيك. وهذا هو اللي إحنا جايين عليه، إحنا قريبا على مستقبل لن نحتاج إلى الرزومي أو أنك تقدم، راح تبعت بس لينك للفيسبوك تبعك أو لللينكدين تبعك. في شركات كتير صارت تطلب منك اللينكدين. المشكلة الكبرى في الأشخاص، أو خلينا نحكي أنه إذا أنا بدي أحافظ على السوشيال أبيرنس تبعي اللي هو مظهري العام على السوشيال ميديا، شو لازم أسوي؟ طبعاً في ناس بقول لك السوشيال ميديا فعلياً لا تظهر الإنسان الحقيقي، ناس بتكون على السوشيال ميديا ملوك وفي الحقيقة هم سخيفين مثلاً، أو العكس، في ناس بتلاقيهم لما تجلس معاه راقي جداً، بتلاقيه على السوشيال ميديا إشي غريب بتوقع مش طبيعي. الحقيقة أنه يعني هذا موجود وهذا سيكولوجي موجود. يعني المشكلة أنه الناس لا تعلم أنه السوشيال ميديا مراقبة تامة، ويمكن في ناس بتعرف هذا الشيء، لكن ما معنى أنه مراقبة عامة تامة؟ في شيء كبير في الإنترنت اللي هو المحصل الخالص لما لدي على السوشيال ميديا. بما معناه أنا بعمل بوستات، بعمل كومنتات، بعمل لايكات، أصدقائي، أصحابي اللي موجودين على السوشيال ميديا، استخدامي للسوشيال ميديا، الفريكونس، سرعتي في التجاوب، كل هاي الأمور لها محصلة. بما معناه إذا أنا بعمل بوستات تافهة، أوكي، فالرانك تبع السوشيال رانك تبعي بكون أوطى من الإنسان اللي بحط بوستات هادفة. اللي بيعمل ريتويت أو ريبوست لشغلة أو فورورد لشغلة، الرانك تبعه بكون أقل من صاحب الفورورد، لأنه هذا صاحب الفكرة، هذا إنسان مبدع بغض النظر شو فكرته، بس هو عنده إبداع. الآن مثال آخر، في قصة حكوا إنه الجوجل بيستطيع إنه يعرف، والفيسبوك عندهم لوغاريتمية بيستطيعوا إنه يعرفوا شخصيتك من 10 لايكات. من 10 لايكات ممكن يحللوا شخصيتك، إيش أنت بتحب وإيش ما بتحب. ففي ناس بحطوا لايك على كل شغلة. يعني حتى في مرة صديق لنا توفت والدته رحمها الله، واحد حاطط له لايك، يعني هداك حاطط يعني حتى مش ساد فيس، حطت له لايك. ليش؟ لأنه في أشخاص بس لأي نازل حط لايكات. لا، هذا اللايك البسيط اللي إحنا بنستهين فيه ممكن يغير السوشيال رانك تبعك. الأشياء اللي بتفيد الآخرين أو الشغلات اللي ما بتفيد الآخرين، واحد بحط لي أغنية لأم كلثوم، إيش ممكن تفيدني هاي؟ ما أتوقع أنها ممكن تفيد كتير. بس واحد حط مثلا محاضره على محاضره علميه او دوكيومنتري، او عمل شير لشيء غريب او ظاهره كونيه راح تصير، هذا بيختلف وضعه عن الانسان اللي بس بحط اشياء بسيطه او ملهاش يعني فائده للمجتمع. الشيء اللي بعده اللي هي
الفيك نيوز، يعني في ناس بيعملوا ريبوست أو بوست لشغلات فيك نيوز، وهذا أسوأ شيء ممكن يخرب السوشيال رانك تبعك. السوشيال رانك يعني الفيسبوك والجوجل والتويتر عم بحاولوا بكل جهودهم إنه يحاربوا الفيك نيوز، والفيك نيوز يعني هاي تعتبر من أسوأ ما يستطيع الإنسان إنه يحط له بوست، وهذا كتير شفناه من ناس ما بفكروا أو ما بيعملوا شوية سيرش على الشغلات اللي بحطوها، بسمع خبر بتلاقي دايركت حطه، وبيكون الخبر هذا من 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 مصدر غير موثوق. الكومنتس، شوف لوين حتى هذا الكومنتس. مثال، أنا حطيت بوست، أوكي، الأستاذ محمد حط لي رد على هذا البوست، أنا رديت عليه، أوكي، إجا صديقنا أحمد حط رد، أنا ما رديت عليه، فهون السوشيال رانك بنزل، لأني أنا ما عاملت جمهوري بنفس الثقة، بنفس الطريقة، جاوبت على واحد ولم أجاوب على الآخر، عفوا، عملت لايك لواحد ولم أعمل لايك للآخر، فهذا برضو بنزل السوشيال رانك، فأنت تفاعلك مع الكومنتس مهم جدا. سرعتك في التجاوب، إجاك إيميل، في ناس بيجاوبوا بعد يومين، في ناس بيجاوب بعد أسبوع، في ناس ما بيجاوب الإيميلات تبعته، في ناس بيجاوب الإيميل أول بأول، أوكي I just received your email, I will follow up very soon. هذا مهم جدا في التفاعل مع السوشيال كومنتس. الأصدقاء تبعونك، يعني أنا بحكي هذه مهمة جدا، في ناس بحط عنده أصدقاء من هب ودب، يعني ناس بس يجمع أصدقاء. الأصدقاء كتير بيأثروا على السوشيال رانك تبعك. السوشيال رانك تبعك يعني مش بس بعدد الأصدقاء، بالكواليتي تبعت الأصدقاء، مين هم هدول؟ إذا هم أصلا الرانك تبعهم قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، وهذا نفس الشيء راح يكون في موضوع السوشيال رانك. يمكن سمعتوا هاي الكلمة مني كثير، السوشيال رانك، السوشيال رانك اللي هو مستواك، أو كيف تترجم الليفل الاجتماعي على السوشيال ميديا، المرتبة الاجتماعية تبعك، المرتبة الاجتماعية على السوشيال ميديا. يس. طيب دكتور، احنا يعني شرحنا موضوع الداتا تبعك الشخصية كيف الآن بطلت تكون ملكك، صارت ملك آخرين، فمجرد صحيح. ما أنت بتحطها على النت أصبحت ملك لآخرين. وأنا كمان أذكر من حوالي 4 سنوات، بالمناسبة زمان لما كنا نشتغل في السيستمز تكنيكالي، يعني في بدايات وجود الأجهزة اللي بتشتغل في الهاردليس وتتصل مع مين كمبيوترز، وكل المعلومات اللي تستخدم على النهايات الطرفية والأجهزة الطرفية والكمبيوترز تبع الموظفين، دائما الداتا تبعها موجودة في مين سيرفر. الآن لما انتقلنا للكلاود، الآن في تفكير إنه كل الأوبريتنج سيستمز وكل الأبليكيشنز تكون عبارة عن بروفايل إلك موجودة على النت، الداتا تبعك تخزنها على النت، حتى الأبليكيشنز اللي أنت بتنزلها على الكمبيوتر تبعك حتبطل عندك، حتصير على بروفايل موجود عندك على النت، أول ما تشغل الجهاز اللي بتستخدمه حيكون هاردليس، ما فيش فيه أي هارد ديسك، مش محتاجه، حيصير أخف بكثير. وطبعا الحجة بذلك أنه الأجهزة حتصير رخيصة ومش محتاجة لايسنس ولا محتاجة، لكن هو في الحقيقة أنت كل ما يخصك حتى الجزء البسيط اللي أنت تحتفظ فيه أنت عندك اللي هو من أشياء خاصة شخصية، حتصير مجبر أنك تحطها على هذه على هذا الفضاء الواسع الكبير اللي خارج عن تحكمك أنت. هذا التفكير كان أنا يعني أذكر أنه كان الكلام فيه من حوالي 5 سنوات، كان very hot الكلام فيه، بعرف ليش تأخر. أنا أظن المواضيع عادة تطرح بصير فيها فيدباك وبعدين
بيشوف فيه زي ما بنحكيها تدجين للناس حتى تتقبل الفكرة وتستسلم إلها. فهذا قريبا حيكون كل شيء أنت تتعامل فيه من معلومات راح يكون حتما وإجبارا مش عندك عند ما إلك سلطة عليه. أنا الآن اللي بدي أعرج عليه كيف تم استخدام البيج داتا في الأزمة الحالية اللي احنا فيها. طبعا في نقطة أنا بس نسيتها قبل ما نتكلم عن موضوع البيج داتا في الصين، اللي هم الأشخاص اللي ما عندهم أصلا سوشيال ميديا، وهذول الأشخاص اللي بيعتبروا حالهم هم بالسيف سايد. بقول لك أنا أصلا ما عندي لا لينكدين ولا فيسبوك ولا أي شيء، عندي هالإيميل بس بعمل له سبسكريبشن وبستقبل وبرسل إيميلات، لأنه بدون إيميل الآن ما تستطيع أنك تعيش. ففعليا هدول الأشخاص بالعكس هم موضوعهم أسوأ، لأنه أصلا هو السوشيال رانك زي الكريدت كارد، إذا ما عندك كريدت كارد ما حتقدر تبني كريدت سكور، ونفس الشيء إذا ما عندك سوشيال ميديا ما حتقدر تبني السوشيال رانك تبعك. هدول عندهم شيئين كبيرين، يعني أول شيء بقول لك يا هذا عامل حاله لو بروفايل، مخبي إشي في حياته، يعني في عنده إشي كبير ما مخبيه، زي تجار مخدرات هدول ما بتلاقيهم عندهم بروفايلات، أو إشي كبير ما بده يحكيه بخاف، أو إنه هذا شخص رجعي ما بتعلم من التكنولوجيا، ما بحب التكنولوجيا، وهذا إشي سيء في الوقت الحالي. الإجابة على سؤالك كيف الصين استخدمت البيج داتا في طبعا الصين من أول دول العالم اللي بتستخدم تكنولوجيا تبعت الـ 5G. احنا كنا عارفين الـ 5G هي أسرع بألف مرة من الـ 4G، بما معناه أنه الداتا نقلها صار سهل جدا بين السيرفرات بالـ 5G. استخدام الداتا استخدموها كتير خاصة في المستشفيات، تقنية التشخيص عن بعد، تقنية المعالجة عن بعد، حتى انه سووا عمليات بالروبوت بالـ 5G كانت very responsible. يعني في الـ 4G كانت موجودة هاي العمليات اللي هي بسموها تيلي operation او العمليات اللي عن بعد، لكن في الـ 5G الريسبونس تبع الأجهزة كان أسرع بكثير. يعني الجراح وهو بيسوي بنفس الثانية الحركة بتصير من الروبوت، في الـ 4G كانت تصير بعد 4 دقائق 3 دقائق. فإذا كان في أي مشكلة أو شغلة الجراح اللي موجود جنب المريض كان يحتاج إلى فترة عشان يعرف أنه في مشكلة. الآن التكنولوجيا اللي حكينا عنها قبل شوي، كلها السيارات الإسعاف بدون كلها التوصيل بدون هذا، كلها بتحتاج 5G. فاستخدام الـ 5G كان شيء مهم جدا في البيج ديتا. طبعا هذه واحدة من الحروب اللي كانت موجودة بين أمريكا والصين في موضوع الـ 5G، إنه الصين سبقت أمريكا في الموضوع اللي كانت أمريكا بتعمل أبحاثها فيه، وكانت حرب. إضافة للموضوع إنه أنت عندك لما يكون سرعة الـ 5G بهذا الشكل تستطيع أنك يكون الداتا اللي بتنتقل داتا معقدة، فيها صوت وفيها صورة وفيها فيديو وفيها يعني متنوعة ومختلفة للسرعة. آسف قطعتك، تفضل دكتور. لا ولا يهمك. طبعا الصين تعتبر من أكثر الدول في العالم اللي عندها كاميرات مراقبة، أعتقد عندها 300 مليون كاميرا مراقبة، يعني بتحكي كل 3 أشخاص لهم كاميرا مراقبة، فالرقم يمكن أنا مش متأكد منه بالضبط بس بهذا الحدود. anyway كاميرات المراقبة هاي كل الناس كانت تعتبر الصين إنها من الدول الـ overseas، يعني كل شيء بتسويه في الدولة أنت مراقب فيه، يعني بالشارع، بالمول، بالمستشفى، في الطيران، في السفر، في القطار. فكانوا يعتبروا أنه هذا شيء سيء، لكن بالفعل لما مدينة ووهان أغلقت تم إعلان أنه 5 مليون شخص خرج من المدينة قبل إعلان الإغلاق. تعرف هذاك الوقت هو وقت أعياد رأس السنة، والصين تعتبر يعني بيعتبروا هذا عيد مقدس الصيني، فلازم يرجع عند أهله. 5 مليون شخص طلعوا من المدينة قبل إغلاقها. في أي دولة في العالم لو طلع
15 واحد لن تستطيع أنها تجدهم، 15 واحد مش 5 مليون. الصين واستطاعت أنها تحدد أكثر من 3 مليون شخص من الخمسة مليون وين تواجدوا عن طريق الكاميرات وتتبعها. فأنت وداخل على محطة القطار بيعملوا لك facial recognition، لك ID معين، لوغاريتمية معينة، IP معين، whatever، بيقدروا يتبعوك. أنت طلعت في السيارة هاي، طلعت في الباص الفلاني، فهذا ساعد كتير في تتبع الفيروس. ليش؟ لأنه الشخص المريض إذا كان مريض وعرفوا مع مين تواصل وطلع بأي باص وطلع في أي، يعني أوكي الطيارة أنت عندك مانيفست بتعرف ركاب الطيارة، بس الباص ما مستحيل أنك تعرف مين ركابه لأنه ما عندك يعني أسماء. فبالتالي في الـ في الـ في الـ في البيج داتا هاي قدرة الصين تحدد مواقع الناس من الفيشل ريكونيشن، تحدد أسماءهم أرقامهم الوطنية، وبالتالي يعرفوا عنوانه، وإذا بدهم يجيبوه تعالي عمي أنت رحت مع شخص أنت كنت جالس جنبه وهذا كان مريض لازم تفحص الآن. فهذا كان يعني صح هي ديكتاتورية من ناحية، لكن الآن فادت الصين لأنه عندها داتا لكل مواطن موجود عندها وين بروح وين بيجي. بالإضافة إلى ذلك استخدمت النظام الصحي الجديد، هذا النظام الصحي ربطته بالID تبعك، بما معناه أنه أنت عندك شغلة اسمها QR code. بعرفش إذا الناس بعرفوا شو QR code، خلينا أطلعكم على الموبايل بس مثال لQR code. الصين بتستخدم الQR code تقريبا في كل مكان. أنا يعني الشحاد في الشارع يا جماعة، الشحاد بطل يأخذ مصاري بيستخدم ال QR code. هاي كلها QR codes، أوكي؟ يعني هذا شغل يا فال QR codes هاي في الصين استخدمت استخدموها كبديل لبطاقة البطاقة الصحية، بطاقة التأمين الصحي. فالإنسان المواطن الصيني صار عنده QR code عليه كل معلوماته الصحية، بيفتحوها مرتبط بسجله المدني أو الـ ID number تبعه، وبالتالي هو يستطيع أنه يعمل له يعرف هذا الشخص كان مصاب ما كان مصاب، تقابل مع مصابين. في النهاية طبعا الصين عملت آب وناس كتير ضجت منه. هذا الآب كان يعلن عن الحالات بشكل عام ويعطي indication للشخص. مثال أعلنوا حالة لواحد جاري، أوكي؟ معناه أنا كتير عندي indication أني أصير أنا معدي منه، فصار عندي الـ QR code تبعي لونه مش كان أعطوا ثلاث ألوان، هم اللون الأخضر اللي هو سيف، اللون البرتقالي يعني مشكوك فيه، واللون الأحمر ممنوع. فأنت لما تيجي على الباص تعمل سكان للكيو آر كود بقول لك آسف أنت في جارك أصيب، وبالتالي أنت نسبة العدوى عندك عالية، فحفاظا على اللي موجودين في الباص نعتذر أنت مش ما تقدر تطلع الباص. صار عليه ضجة كبيرة، لكن هذا عمل فعالية كبيرة في التخفيف من أعداد المصابين. الموضوع هذا طبعا كله بسبب تجميع الداتا اللي جمعتها الصين. هل هو شيء سيء؟ هل هو شيء سيء؟ يعني صعب نحكي وصعب نحكم عليه، لكن الواقع اللي استخدمته الصين بطريقة جدا جدا ذكية. طبعا احنا بالتأكيد هو صادم، يعني بجوز الناس اللي مش مطلعين على الموضوع هذا من السابق يكون هذا الموضوع صادم لهم، أنه كل نفس يتنفسه المواطن الصيني في حركته في ذهابه في احتكاكه في تصرفاته كلها مرصودة، وهذا الأمر إذا بده يتم تعميمه فبالتالي كل واحد في أي مكان بده يكون مرصود. إذا بنحكي عن السوشيال رانك اللي حكيت عنه دكتور، وكمان في سؤال أخونا ماجد أنه ما هي الفائدة التي نجديها من ارتفاع السوشيال رانك،
كمان هون أنا لما بده يكون التقنية هذه موجودة وأنا بأخذ فيها، يعني فعليا هي صارت البديل عن حسن السير والسلوك اللي كنا نتعامل فيه، أو بجوز كمان تكون بديل أو جزء مكمل لبعض الجوانب أو الليفل تبعت السكيورتي كليرنس اللي بيتم التعامل فيها هنا وفي دول أخرى. بالشكل هذا تتوقع لأي بعد راح يكون التعامل مع السوشيال رانك؟ وطبعا احنا معترفين انه الموضوع راح يكون فيه اشياء غامضة، جزء منها نعرفه الآن لكن اجزاء كثير في المستقبل حتتضح بشكل اكبر. فايش بتجاوب على اخونا ماجد؟ أهلا وسهلا طبعا بأخونا ماجد وفي الدكتور محمود، يعني هو من الأشخاص اللي كتير نعتز فيهم. أخونا ماجد من ناشطين في الجالية في تورونتو، أهلا وسهلا فيك وحياك الله. موضوع السوشيال رانك يعني هو شيء صراحة خافي على كثير من الناس، وأنا بحكيها يعني خلال سنوات قريبة رح يجي، والصين من أول الدول اللي قامت بتفعيله. طبعا كل دول العالم عم بتجمع الآن عنا معلومات وهذا شيء لا يخفى على أحد، لكن كيف حتستخدم هذه المعلومات هو السؤال. الصين علني حكت أنا بجمع معلومات عن المواطنين تبعوني وهذا المواطنيني، وأنا من حقي كدولة أني أحفظ المواطنين وأعرف شو بيسووا، من حقي أني أجمع معلومات. الدول الثانية بتجمع معلومات بدون ما تحكي هذا الشيء، يعني هنا نقطة جدالية. ولكن موضوع السوشيال رانك أنا انصدمت السنة الماضية، عرفت أنه الصين بدأت تنفذ السوشيال رانك very clear، يعني بدأت تنفذه علني بدون موضوع السوشيال رانك، أنه بدأوا تنفيذه على المواطن الصيني، بحيث أنه الصين منعت إصدار جوازات سفر لأكثر من مليون، طبعاً الرقم مش كبير بالنسبة للصين، مليون صيني، لأنه السوشيال رانك تبعهم كان منخفض. يا جماعة أنا بدي أوضح لكم شو هو السوشيال رانك. هو أقرب ما يكون خاصة للي عايشين في نورث أمريكا بفهمون يمكن أكثر، اللي هو الكريدت سكور، اللي هو الرقم الائتماني، مش الرقم الائتماني، المعدل الائتماني الخاص فيك. إذا بدك تروح تأخذ قرض من أي بنك في نورث أمريكا بيجوا بتطلعوا على معدلك الائتماني، إذا معدلك الائتماني عالي فبقول لك هذا شخص مصدق ومؤمن بنعطيه القرض. إذا معدلك الائتماني منخفض بقولوا لك يا عمي إيش بدي يضمننا أنه رح ترجع لنا الفلوس، مع السلامة. السوشيال رانك رح يصير، وهلأ الآن موجود بالصين بهذه الطريقة، رح يصير 100% أكبر من المعدل الائتماني. بما معناه إذاك تروح تتوظف بتطلعوا على السوشيال رانك تبعك، إذا شافوا السوشيال رانك تبعك منخفض ولك هذا الشخص سيء السمعة، زي ما حكيت حسن سيرة وسلوك. بدك تروح تدخل فندق السوشيال رانك تبعك واطي، بقول لك أوكي أنت روح على فنادق 3 نجوم فما أقل، ما بتقدر تدخل فنادق 5 نجوم. بدك تصدر جواز سفر زي ما سوت الصين، بقول لك هذا الشخص السوشيال رانك تبعه سيء، هذا رح يفضحنا في الخارج، رح يسوي سمعتنا في خارج دولتنا فما تعطيه جواز سفر. بدك تدخل أماكن مثلا معينة، نحكي سوشيال كلابز أو أماكن، نحكي مثلاً طيران، حتى VIP بدك تحجز، أنت معك فلوس بدي أحجز طيارة، بدي أحجز شو اسمه بزنس كلاس، بقول لك لا يا عمي أنت ما بتقدر تحجز بزنس كلاس. ليش؟ لأن السوشيال رانك تبعك منخفض. بدك تأخذ قرض من البنك، بدك تشتري سيارة، كل هاي الأمور يعني هذه أمثلة على السوشيال رانك. بدك تصير مدير ترقية، ما بقدر تصير مدير. طبعا للأسف الحكومات زي ما حكيت الأخرى ما بتحكي إنها بتستخدم الداتا تبعتنا لتشفيرنا حسب الطبقات. وأنا بحكي للجميع، يعني أنا مش متشائم، ولكن
بحكيها للجميع أنه هذه جاي قريباً، الصين بدأت تطبقها ومن أول الدول اللي بدأت تطبقها، وفي ناس بدوا يحكوا عنها على السوشيال ميديا، للأسف قلال، بس يعني هذا يمكن يكون قرع الجرس للناس عشان تنتبه للسوشيال تبعتهم. طبعا كلنا نعرف يمكن عن شغلة اسمها وي تشات. وي تشات هو عبارة عن برنامج تخاطب زي الواتساب، بس هو أخطر من الواتساب. ليش؟ لأنه الوي تشات هو عبارة عن كل شيء للشخص اللي موجود في الصين، مش الصيني، لأي شخص موجود في الصين أجنبي صيني، لأنك بتدفع عليه أي حساب. يعني بتروح على تأكل خضار، بدك تشتري خضار، تدفع على الوي تشات، زي إحنا كيف بندفع على جوجل باي أو سامسونج باي، هم بيدفعوا على الوي تشات. بدك تشتري تدفع تعبي بنزين، تدفع على الوي تشات. بدك او الي باي، في عندهم طريقتين بدك تشتري من فندر ماشين، ما في داعي انك تكون حامل كوينز، تدفع على الوي تشات. بدك تصف السيارة، بتدفع على الوي تشات. ابنك بده مصاري، بقول لك بابا، اتصل فيك بابا انا بدي فلوس، تبعت له على الوي تشات مثلا $50 او 100 يوان whatever، بتعرف وين شرى، شو شرى، وإمتى شرى. فهذه بالطريقة هاي الصين حدت من استخدام الفلوس الورقية، واستطاعت إنه تعرف إيش المواطن تبعها بيشتري كل يوم، شو وين بيصرف فلوسه. طبعا هذا حدت كتير من تجار الإليجل اللي بيستخدموا الكاش ماني، والتجار اللي بتهربوا من الضرائب، والتجار اللي بيستخدموا للمخدرات والأسلحة والأمور هاي. طبعا لسه موجودة، لكن حدت كتير لأنه بطل حدا يحمل كاش، يعني ما في هذا الموضوع. الوي تشات بدفعوا عليه الفواتير، ما في فاتورة غير بدفعوا على الوي تشات. بحجز موعد طبيب أسنان، بحجز تذاكر السفر، تذاكر الطيران، تذاكر القطار، الفنادق، التكاسي، بده يطلب تاكسي اللي هو زي أوبر، كل شيء عاملينه في أب واحد، فهمتني كيف؟ فصار هو ملجأ لكل واحد، فبالتالي هو صار ينزله. وهذا هو يعني يقال إنه الحكومة مسيطرة عليه، فكل المعلومات اللي موجودة فيه عند الحكومة الصينية. فيعني الصراحة إنه قدرتهم على يعني جمع هذه الداتا مش سهل، وتشفيرها وتفنيدها برضو يمكن شيء أصعب. الآن السؤال اللي نحن بنطرحه، إيش الشركات الغير صينية؟ يعني إحنا معظمها ما بيستخدم هذا البرنامج، بنستخدم مثلاً واتساب، بنستخدم فيسبوك، بنستخدم يوتيوب، بنستخدم جوجل. إيش هاي الشركات بتسوي في الداتا تبعتنا؟ هل هي بتسلمها ل... إحنا شفنا فيسبوك لما أعطت ليك ل... ايش اسمها الشركه كامبريدج yeah. اعطتها معلومات عن مواطنين، سمعنا اكثر من مره انه كانوا يستخدموا معلومات المواطنين في الحملات الانتخابيه تبعت الرئاسه الامريكيه. ف هل تستخدم الداتا تبعتنا بدون علمنا؟ هذا سؤال طبعا يطرح للجميع. طيب احنا عشان نهاية الحوار الجميل والممتع اللي لا يمل مع الدكتور جمال، طبعا فيسبوك انكرت انها اعطت المعلومات بخاطرها. يعني المهم في نهاية هذا الحوار، اود انه نختم دكتور بجواب للسؤال المطروح. هل أنت بتشوف إنه هذه التكنولوجيا اللي استخدمت وظهرت في الأزمات، هل بتشوف إنها تكنولوجيا كانت يعني سارة ولا كانت صادمة؟ برأيي الخاص لا، كانت سارة، استخدموها بطريقة رائعة، استخدموها بطريقة ساعدتهم كتير في الحد من المرض. قد يكون في أوفر في استخدام التكنولوجيا، لأنه طبعا بطريقة أو بأخرى حاولوا أنهم يبعدوا الأشخاص عن بعض ويحدوا من انتقال المرض بين البشر والبشر، فكانت هذا الهدف،
وفعلا وصلوا لهذا الهدف. فالهدف وصلوا له شو الطريقة؟ طبعا حكينا عنها كثير. طيب أنا في نهاية هذا الحوار أود أني أشكرك دكتور، وأشكر كل الإخوة والأصدقاء اللي كانوا معنا ومتابعين معنا. وزي ما حكينا إحنا إن شاء الله يوميا حيكون في عنا حوار، وراح نعلن في نفس اليوم. طبعا اعذرونا أنه إحنا بنعلن في نفس اليوم عن التوقيت أو عن الوقت، لأنه يعني الأمر صار سريع ترتيبه، وحاولنا ندارك الحجر اللي دخلنا فيه جميعا، وهيك يعني كان أمر تلقائي، فخذونا بتلقائيتنا. احنا مش مختصين كثير في الميديا ولا مختصين كثير في الإعلام، لكن بنحاول نجتهد حتى يعني نكون إيد واحدة جميعا مع بعضنا البعض. فإن شاء الله يعني حنعلن إما بعد ساعة من الزمن أو بكرة في الصباح عند الظهر قبل الظهر، نعلن عن وقت الحوار الجديد وموضوعه والمشاركين فيه. وأشكركم جميعا، وإلى اللقاء قادم إن شاء الله. يعطيكم العافية. السلام عليكم.